المحارسين معناتها يستعملوه، معناتها مش يستعملوه، كانوا يلبسوه، لبستهم هذيك اليوميه، لبستهم اليوميه فهمت. وكانوا قبل معناتها البو ولا الام ولا حاجه ياخذوا، اذا كان جابت بنيه ولا حاجه من حينها تتولد يبدا يلمدوا لها بالمحبوب بالمحبوب بالمحبوب، حتى تلمد كبوس. ما تصير البنيه عمرها كان 17 16 سنه ولا حاجه كانت تولي عندها كبوس، وما نحيوهوش بكل معناتها العام 12 شهر، وبعدها اللي تحول الكبوس باش ولا كي هما عاداتنا وتقاليدنا ما شيء، ولا كيف يجي قدوه في فرح في عرس. ما ثماش حنا من غير كبابس ذهب، ما ثماش، حتى جات لك القفاطن وجات كل واحد وكل شيء. البنات صغار يلبسوا القفاطن، والناس الاكبر شويه النساء واحد وكل شيء يلبسوا الكبابس. المراحل هو نعملوا احنا نقولوا له كلاح وزعف، زعف تاع جريد تاع نخل، وشيحوا وتفتلوا معناتها تظفروا واحد كل شيء وقد واحد فهمت. وبعد تالي نغلفوا بالكاغط، وهو فيه حكمه، فيه واحد باش يشد العرق باش ما يطيحش الكبوس، نغلفوه بالكاغط. وبعد ما نغلفوه بالكاغط نخيطوه ونغلفوه بعد تالي بالفيلور مانس، هذاك الاكحل احنا نقولوا الغولي فيلور مانس، واحد شيء نغلفوه كيما كاكا. وبعد ما نغلفوه نعملوا له البوردير تاعو، هذيك الشريطه اللي هي ماهيش موجوده كان في الخارج، ونفس الحريه زاد نخدموا به. بعد ما نغلفوه نعملوا له بوردير واحد شيء، نركبوا لك الصفوف هذوك كما شفنا معناتها واحد نركبوه. بعد ما يكمل واحد ندوروه، بعد ما ندوروه تجي المراه ولا البنيه ولا حاجه تقيس، وبعد ما تقيس نغلفوه له ورجلوه له نعطوها هكا بس. انا والله نسترزق منها ما نكذبش عليك، اول حاجه، وثاني حاجه هوايه معناتها نحب كي نعمل كبوس ونكملو، ما يعجبنيش نخزرو كان من غدوه، من غدوه يجيني معناتها آية في الجمال.